الحالة الأولى الحالة الأولى هدف في التضامن. تفضل كابتن جاسم. اي نعم، في هناك لمسه يد على نادي على لاعب التضامن، رجع الحكم للفار وما حسبها، لكن انا برايي ان هناك لمسه يد، استخدم اليد في تكبير الجسم، هناك لمسه يد. يعني هذا الهدف اذا هناك لمسه يد وفي تكبير الجسم يعني هدف التضامن غير صحيح حسب رايك. نعم نعم، هدف التضامن غير صحيح. ما تشوف انه ما كبر الجسم والكره قريبه، يعني ما مداه ترى يخش ايده او يبعده عن الكره، مسافه قريبه جدا والكره سريعه. لا لا، قبل لا يلمسها لو تلاحظ زاد من قوه ايده. اكبر دليل ارتداد الكره، ارتداد الكره 3-4 متر، معناته ان الايد أقل من متر، أقل من متر بين الكرة واللاعب، ما في مسافة أبداً. لا، ارتطام الكرة باليد، ارتدادها، شوف ارتدادها 3-4 متر راح، معناته الإيد كانت جاهزة للارتطام. استفاد منها. صح، كلام واضح النقطة الأولى. أبو علي باختصار. لا، مو جول، جول تضامن، وهذه هاند بول، كلام كابتن جاسم عدل. مو جول. مو جول يعني أنصفت قادسية أبو علي. لا لا لا، احييك على الحياديه. لا، لان الحياديه لا مطلوبه. لا، لمسه يد ومو جو. اي بس ابو خالد، نواف خالدي، مسافه قريبه. ليش ما صدها؟ صد هذا يعني شنو؟ هذا هذا يعني من 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 يعني لمسه يد يعني مو جو. لمسه يد واضحه. لمسه يد مو جو. خالد اعرف هاي، قلت لك اياها قبل. لا قول الحياد يا ابو حمود. ابو حمود ما شاء الله انصفنا بالامانه تحت الهواء. لا قول انت، انا قلت لك لمسه يد لان استفاد منها. يقول اي ولا لا، جول ولا مو جول. بس تفضل، بنالتي ولا لا؟ بنالتي ولا لا؟ هدف ولا لا؟ الهدف ذابحني بنالتي الهلال، لان اللاعب لمست ايده واستفاد منها فريق تاون، سجل منها هدف. حتى مشكله، تجي مشكله اخوي خلاص، انه راح شاب الفار يعني قاعد يشوف. عبد الله الجمالي، عبد الله الجمالي رايه انه المسافه قريبه واليد غير منفرجه وما في تكبير الجسم، هذا رايه. انت شو تقول؟ احنا نقول لك هن. اوكي اوكي، بنسمع راي بس. لا لا، اقول لك المسافه غريبه واليد غير منفرجه، فما تحسب تشريح الجسم هذا. يعني شنو؟ ما فهمتك. يعني ما فيها شيء، يعني هدف صحيح. هدف صحيح. ابو سيف يختلف وياكم، وانا اتفق مع ابو سيف. التصفيات الاخيره ترى الحاله الثانيه هذه ما فيها يعني، هذه هدف صحيح. انا اشوف ان هدف صحيح 100%. كل واحد انتم احلى. نقول الحاله الثانيه، نواف وصلنا للحاله الثانيه. الحاله الثانيه كابتن تم الغاء هدف حكم روماريو. ابو علي وصلنا للحاله الثانيه. ابو علي تفضل كابتن جاسم. هدف روماريو، الهدف صحيح. نعم، مهاجم قادسيه دفع لاعب التضامن، قرار الغاء صحيح، لكن برايي انا ما يستاهل بطاقه صفراء، مجرد الغاء الهدف. وين صحيح؟ وين صحيح يا كابتن؟ قاعد نلعب بطوله عربيه واسيويه. شنو انتم؟ اي لمسه فاول؟ اي لمسه؟ مو معقول يا جماعه. لا، هذه قاعد نلعب بطوله اسيويه وبطوله عربيه، والله العظيم الافريق والزمالك لا لا لا، احتكاك كابتن. ادري انت هذه علي، خل يعني تشوف احتكاك طبيعي من نواف. لا لا، يعني انا اقولها بصراحه، اقول شيء يعني في حكام يعني ترى قاعد ياثرون على اللاعب. واضح. لا لا، ياثرون لما اللاعب يروح يلعب دوليا تفاجئ. ها، انه اي احتكاك كمل. خلينا نلمسه. ليش تشرح؟ نواف نواف، التزم بالحالات. ابو علي زعل. ابو علي الحكام يبغى يلعب كره. جول ولا مو جول؟ ابو علي هدف ولا لا؟ هدف جول، ما في شيء. جول اي جول. كابتن مؤيد هدف 100% صحيح. حسين هو اللاعب بس ماسك اللاعب. لا لا لا، هدف. ليش تشرحون بس؟ قول جول جول. شلون غير؟ زين شلون؟ لا، عشان تبين. ابو علي لو سمحت، كابتن جاسم. دقيقه. الكل عندنا مشكله مع الحكم. احنا عندنا مشكله. نواف، هذا احنا داقين على حكم يعطينا حالات التحكيميه اتفقت او تختلف معه. بس انا معاك، بس احنا اقول شيء الحين. انت اقول كم محايد وتدري انت في مشكله مع الحكم، يعني حتى البلنتي لنا قاعد وطول. زين، هذه طول. وجهه يعني نظره يعني يا كابتن. روماريو داز اللاعب خلاص، هذه وجهه نظره بعد. انا اشوف فيها هدف. كابتن جاسم، الكل يختلف معك في الاخوان الاربعه المحللين يختلفون مع قرارك وقرار عبد الله الجمالي. الحاله الثالثه نوف، تكفى لو سمحت بالدور، ما تتجاوز ابو علي. هذا بنالتي قادسيه، احسبه حق عبد العزيز الوادي. اي نعم كابتن جاسم. اي نعم، بلنتي صحيح، عرقله من حارس المرمى، بيده لمس وعرقل مهاجم قاسيه بالرجل. بلنتي صحيح. بلنتي صحيح. ابو علي بلنتي صحيح. علامه قاعد 5 دقائق على ما حسبها. بلنتي صحيح؟ اي، علامه قاعد تطول على ما حسبها. يبي يتاكد ما يبي يظلم احد. بلنتي صحيح. شلون ما يتاكد بيظلم احد؟ واضح. بلنتي لانه كان فيها، كان حاله مركبه. هل وادي كان بالاوفسايد ولا لا؟ فرجع يتاكد. ها، الاوفسايد يعني ما هذه.
على على الاثنين كابتن ميد ضربه جزاء 100% بسيف ضربه جزاء جميل الكل متفق مع عبد الله الجمالي مع كابتن جاسم جعفر. الحاله الرابعه هذا انه مو اوفسايد جميل الحاله الرابعه خمسه كان مغطي ترى مدافع صحيح ان انه مو اوفسايد واضح انه مو اوفسايد هو عشان كذا هم طول بالفار يتاكد ان الحاله مركبه الحاله اللي بعدها الحاله الخامسه مطالبه ركله جزاء حق عبد الله ماوي البديل عبد الله هذا عبد الله ها عيد هذا لا 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 مو عيد من هذا عزيز وادي بعد ما شاء الله جايب بنالتيين عزيز عزيز وادي يطالب ركله جزاء هل في اوفسايد اول شيء كابتن جاسم لا ما في اوفسايد شنو الحاله ما في اوفسايد اي نعم ما في اوفسايد رايك بنالتي ولا لا حارس المرمى ابدا ما سوى ولا شيء يبي يستقبل الكره اللاعب مندفع صار ارتطام بينهم كابتن استمراريه لعب كابتن الله, الله 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 يسامحك خلي حارس مرمى هذه 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 حارس مرمى منو صق بالكره بلي بلي لا بروح انا يا جماعه دقيقه دقيقه نواف نواف اسمع لما يدورك خلص وبعدين كان حارس مرمى زين انا حارس مرمى يجي دورك بنعطيك وقت دورك تكلم خلص خلي مو بخص حارس مرمى خلي اخذ رايي اول وانت تقول لي حارس مرمى يشرح قول لي يبا ما فيها كرة ما فيها شيء ما فيها اي شيء ما فيها اي شيء الحين مو صبق اللاعب هذا الكلام جاسم جعفر نواف نواف لو 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 شاب كنكوني صاحبك او واحد حسين كنكوني ولا احد من الشباب حراس ربعك لا 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 انا بالتدريب حارس التضامن لا لا, لا, لا بالتدريب حارس التضامن منو لو الحارس الاول لا لا دقيقه انا بالتدريب بالتدريب صاحبك رفيقك حارس التضامن شو اسمه بقول الجناح تقصد الجناعي لو هو قوتي بتقول بتقول لا لا بتقول كذي اي مش اقول لك لو ان شاء الله ودي لا بس غسيت الحاله والله غسيت الحاله لا 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 دقيقه دقيقه مو سؤال مو هذه مشكلتنا شنو نقول ثقافه هذه شكل حاسس في جوه حق نواف نواف شنو رايك لو سمحت شنو رايك اجل خليني اشرح ما نبي شرح حق الحكم هو يشرح مو انت المحلل التحكيمي داقين عليه عشان يشرح كلمك محلل وعلي لو سمحت وعلي وعلي تفضل يا جماعه انتم ترى 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 صرتوا اقول ما تخلون حد يسولف قسما بالله جيب لا هي داخلت نسولف لا لا هي داخلت نسولف لا هذا خلاص تسولف بس حارس مرمى زي ما هو حارس مرمى يقول لي حق انا عندي بالاكاديميه الان اقول حق الحارس اذا يا تروح انت متاكد انك تمسكها ولا لا تطلع لان اذا اللاعب لمسها قبلك بلنتي يعني بلنتي احنا نتكلم حاله تحكيميه مو تحكيميه اوكي اوكي بلنتي اوكي, أوكي. اذا الحارس اذا اللاعب لمس الكره قبل الحارس بلنتي الحين صارت علينا احنا مع يوسف ناصر مع خالد شخص شيء نواف بلنتي ولا مو بلنتي؟ بس يقول مو بس بلنتي خلاص مو بلنتي كابتن محمد كرم كابتن مو بلنتي مو بلنتي مو بلنتي ها ما في دقيقة كابتن مؤيد كابتن مؤيد حداد مهاجم مهاجم تكفى نواف خلي مو بلنتي اسمع رايي نواف اذا حشته قبل حارس خله لا هذه هذه اللقطة قرار سليم من الحكم ها؟ قرار سليم من الحكم انه ما فيها شيء ما فيها شيء الكل يختلف مع نواف ما فيها شيء يعني ما فيها شيء هذا رايهم انا قاعد اشوف رايهم كلهم كباتن كبار لعبوا كره نواف شنو سيف سيف بنالتي ولا ما في شيء خلنا نقول راي يعني يعني ابو علي يا هال عندك ابو علي عبد الله الجمالي قال ما فيها شيء جاسم جعفر قال ما فيها شيء انا اشوف ما فيها شيء محمد كرام قال ما فيها شيء مؤيد الحداد ابو سيف العالم كله يقول ما فيها شيء الا نواف الخالدي ويبي يجبرنا ان نعرف الحاله الاخيره شنو كحارس مرمى اقول لك اعطونا الحاله الاخيره كحارس مرمى انا اقول لك شنو الحالة الأخيرة كابتن جاسم تفضل استخدم استخدم المرفق بضرب اللاعب لكن تستحق بطاقة صفراء استخدم المرفق تقول اي نعم لو مستخدم الكوع ممكن توصل للكرت أحمر لكن بالطريقة هذه كرت أصفر يعني القرار صحيح اي نعم شنو عطاه شنو عطى عبد الله الجمالي أصفر هو عطى أصفر يعني قرار صحيح اي نعم يعني ما تستاهل ان احمر طرد مباشر لا لا ما تستاهل ما تستاهل ابو علي احمر احمر كابتن نواف احمر احمر ابو علي احمر مؤيد حداد كابتن ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء انا حامي بحمي نفسي هو اللاعب يا خلود ما فيها شيء انت جماعة يعني انذار انذار ولا انذار ابو سيف كرت احمر هذه التوصيات الاخيره الفيفا الوجه منطقه خطره يركز على الكوع الفيفا مركز على الكوع كرت احمر مباشره يعني هذه احمر مباشره إيه يعتبر الوجه منطقه خطره بالعسان و هذه مو كوع مرفق هو ما طقه كذي هو ايده تحت اوكي اوكي فيه. كابتن جاسم شكرا لك نعم تقييمك للحكم بشكل عام عبد الله الجمالي باداره مباراه القادسيه وتضامن صفر كان جيد بشكل عام بس اللي تميز بالمباراه حقيقه حكام الفار
حكام الفار باستدعاء يعني. اي نعم كذا هذا كانت مصيريه كابتن جاسم خرب اللعب بكثر ما اروح حق الفار وقعد عند الفار 10 دقائق وما ادري كثر. بس بالنهايه الفار اعطاهم حقهم. شكرا كابتن جاسم جعفر، يعطيك العافيه.